الرئيس السيسي يوجه بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ أسبوعين ب 55 ألف إصابة. دخول وقف إطلاق النار في المنطقة، الصراع بشرق أوكرانيا حيز التنفيذ. السابعة صباحاً، الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلاً بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار، وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للكهرباء ومحطة الضبعة النووية. وجه الرئيس السيسي كذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربي الإقليمي، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة وفعالية آلية التحصيل. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمي في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام. وقد وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة في منظومة توليد الكهرباء، ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية. أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض خطوات تطوير التغذية الكهربية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكا وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلاً عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمي. كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبع، حيث وجه السيد الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقاً للقواعد الدولية، مؤكداً سيادته أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمني في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، حيث تم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.
لليوم الثاني تتواصل الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى المقررة في أغسطس المقبل. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد أعلنت القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ. تضمنت الكشوف الرموز الانتخابية للمرشحين وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت في صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارية. أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ. جاء ذلك عقب حصول التنسيقية على تصريح لمتابعة العملية الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار حرصها على دور الشباب الفعال في العملية السياسية والحرص على تحقيق عملية انتخابية شفافة تخضع للمعايير الدولية. ورحبت التنسيقية بالتعاون مع كل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة والحاصلة على تصاريح المتابعة لمزيد من تحقيق الشفافية والنزاهة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و48 حالة وفاة. نوه المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بخروج 928 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 33831 حالة. أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز أن إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة بلغ 55187 إصابة، وهي أدنى حصيلة للإصابات اليومية لفيروس كورونا وذلك منذ أسبوعين. ذكرت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات تخطى 4,229,000، كما تسبب الفيروس في وفاة نحو 147,000 وذلك بعد تسجيل 518 وفاة جديدة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل نحو 24,500 إصابة و555 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. أفادت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية جديدة بارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى مستوى 2,420,000 إصابة. ذكرت الوزارة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى مستوى 87,004 حالات. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5480 إصابة و306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك في تراجع ملموس مقارنة مع أرقام اليومين السابقين. أفادت الوزارة في بيانات جديدة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد لتصل إلى أكثر من 390,000. وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 306 حالات ليبلغ 43,680 حالة. قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا. أضافت اللجنة في بيان أن من بين الإصابات الجديدة 41 بمنطقة تشين يانغ وأربع حالات من بين الوافدين من الخارج. وقالت اللجنة إن الصين رصدت 83,891 إصابة مؤكدة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4,634.
أعلنت شركة موديرنا لتكنولوجيا الحيوية أنها حصلت على 472 مليون دولار إضافية من الحكومة الأمريكية لدعم تطوير لقاحها الجديد لفيروس كورونا. أضافت الشركة أن التمويل الإضافي سيدعم مرحلتها المتقدمة من تجاربها السريرية، بما في ذلك دراسة المرحلة الثالثة الموسعة للقاح المحتمل. تسابق دول العالم الزمن من أجل التوصل للقاح فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من تحديات أخرى ربما تعرقل جهود توفير اللقاح وإيصاله للمرضى بسبب ضعف سلاسل التوريد العالمية. تتسابق دول العالم من أجل التوصل للقاح فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، وفيما يبدو أن البعض يحقق نجاحاً وتقدماً ملحوظاً، ولا تزال هناك عوائق عدة تواجه العلماء لإنتاج مثل هذه اللقاحات، إذ خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ومناطق أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن المشكلة تكمن في أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. الأمر الذي يثير مشكلات كبرى أمام مطور اللقاحات المحتملة، إذ إنه وبحسب خبراء لكي تكون اللقاحات فعالة فإن هناك خيارين، إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً، أو أن يجرى الحصول على اللقاح بانتظام. كما تحدث خبراء أيضاً عن ضرورة الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة، أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة، إذ أن الهدف المثالي هو جعل مناعة اللقاح أقوى من المناعة الطبيعية للإنسان، غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. في تلك الأثناء تحدثت تقارير أمريكية عن تحديات أخرى ربما تعرقل جهود توفير اللقاح وإيصاله للمرضى، فوفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية على موقعها الإلكتروني، تعتبر سلاسل التوريد العالمية المعنية بإدارة عملية نقل وشحن السلع حول العالم غير مستعدة بعد للتعامل مع التحديات المصاحبة لعملية نقل لقاح فيروس كورونا من مقرات الشركات المصنعة وإيصاله إلى مليارات البشر في مختلف أنحاء العالم، إذ تحتاج تلك اللقاحات لرعاية ودقة بالغة في عملية الشحن، حيث تعتبر سلاسل توريد اللقاحات أكثر تعقيداً من سلاسل توريد أي معدات أو سلع أخرى، فضلاً عن تحديات أخرى تواجه نقل لقاح كورونا تكمن في عملية التبريد، حيث يوصي خبراء الصحة بضرورة أن يتم حفظ الدواء في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية، الأمر الذي يتطلب بعض التقنيات الجديدة. التقرير تحدث أيضاً عن صعوبة نقل شحنات اللقاح التي تتطلب هذا القدر من الحظر والدقة والتكلفة الباهظة إلى المناطق النائية والفقيرة حول العالم. ووفقاً لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يوجد أكثر من 160 لقاحاً لفيروس كورونا قيد التطوير حالياً، حيث تطمح الشركات التي تعد في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية أن يتم إنتاج لقاح آمن وفعال قبل نهاية العام الجاري. أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ العديد من الإجراءات الطبية التي تكفل الخروج بموسم حج صحي وآمن، خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة فيروس كورونا. قالت الوزارة إنه سيتم تطبيق مبدأ العزل الصحي قبل وبعد أداء فريضة الحج على جميع حجاج هذا العام، وذلك بهدف التأكد من خلوهم تماما من فيروس كورونا. مع بدء توافد حجاج هذا العام والذي حدد عددهم بألف حاج لأداء الفريضة بسبب فيروس كورونا المستجد، يعكف العمال على تطهير الأرضيات والأعمدة في الحرم المكي. وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ العديد من الإجراءات الطبية التي تكفل الخروج بموسم حج صحي وآمن، خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية والتي تتطلب إقامة الشعائر وسط ظروف تحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج من الجائحة. التأكد من اشتراطات مكافحة العدوى تكون على أعلى مستوى، من تعقيم اليدين بالنسبة للحجاج، لبس الكمامة، التباعد المكاني، التوعية الصحية لهم في الباصات، وحتى وصولهم إلى الحجر المؤسسي بمكة المكرمة. وللمرة الأولى لن يسمح بدخول حجيج من خارج المملكة لأداء الفريضة،
وقالت السلطات السعودية إن 70% من الحجاج هذا العام سيكونون من بين المقيمين الأجانب في السعودية، و 30% من المواطنين السعوديين سيتم اختيارهم من بين العمال في المجال الصحي والأطقم الأمنية ممن تعافوا من الفيروس. أنا لا أدري كيف أصف هذه المشاعر في قلبي. كما تعرفون أن هذا الركن من أركان الإسلام الحج، واختارنا الله سبحانه وتعالى أن نكون ضيوف الرحمن لهذا العام. وكان وزير الحج والعمرة السعودي أكد أن المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة، ولا استثناءات لأحد في موسم الحج لهذا العام. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تكوين قوات مشتركة ليتم نشرها في إقليم دارفور المضطرب لحماية المواطنين وسط استمرار الاشتباكات المسلحة. وأكد حمدوك خلال اجتماع عقده مع وفد منسقات ملتقى نساء دارفور حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق السلام الشامل بالبلاد. في غضون ذلك ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تلقى تقارير بمقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في هجوم مسلح بقرية في ولاية غرب دارفور. ذكر المكتب في بيان أن الهجوم هو إحدى الحلقات في سلسلة حوادث أمنية جرى الإبلاغ عنها أسفرت عن حرق عدة قرى ومنازل ونهب أسواق ومتاجر وخلفت أضرار بالبنية التحتية. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني على فرض هيبة الدولة عبر استخدام القوة اللازمة قانونا لحفظ الأرواح والممتلكات وإيقاف الانفلات الأمني والتصدي للخارجين عن القانون. وخلال اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دجلو بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استعرض المجلس الموقف الأمني وتداول حول التحديات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد. أعلن ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول التحقيق في المواجهات التي جرت ليلة أمس في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، وذلك بهدف محاسبة أي مقصر. وأضاف أن القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، مشيرا إلى أن استفزاز القوات الأمنية هدفه جرها إلى مواجهات جديدة بدفع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر. كانت الاحتجاجات قد تجددت في بغداد ومدن عراقية أخرى، وأقدم عشرات المتظاهرين على إغلاق ساحة التحرير المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية. تباينت ردود فعل الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية حول تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، وذلك خلفا لحكومة الياس الفخفاخ المستقيل. فيما رحبت بعض الأحزاب بالمشيشي وتحفظت كل من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي والتي ارتأت التريث إلى حين العودة إلى هياكلها الحزبية قبل تحديد موقف رسمي من اختيار المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة. قال حزب قلب تونس إنه ليس لديه أي تحفظ على المشيشي، بينما أعلنت كتلة ائتلاف الكرامة رفضها لها. فرصة أخرى منحها الرئيس التونسي قيس سعيد للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية للاختيار بين التعاون مع رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي
ومساعدته في تشكيل الحكومة الجديدة أو اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة غير مضمونة العواقب في حالة فشلت المهمة للمشيشي. المزيد في سياق التقرير التالي. على بعد شهر تقف تونس على حافة الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة لتكتب كلمة النهاية للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والأمنية. فالرئيس قيس سعيد الذي اختار المحامي هشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة لتشكيل الحكومة المقبلة منح بتلك الورقة الفرصة الأخيرة للأحزاب السياسية قبل اللجوء لتلك الخطوة، خاصة مع اقتراب انقضاء العام الأول له في الحكم، وما زالت البلاد تعاني من حالة عدم استقرار حكومي، وهو الذي عبر عنه سعيد في خطاب تكليف رئيس الوزراء الجديد. منذ نوفمبر الماضي مشاورات من أجل تكوين حكومة، وكم من وقت ضاع في هذه المشاورات في تلك الفترة. إن كان البعض فكر في الخروج على القانون والذهاب بالبلاد إلى التفتت والاقتتال فهو واهم. فالحفاظ على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه. المشيشي الذي لم يكن من الأسماء التي اقترحتها الأحزاب على الرئيس سعيد يواجه مهمة صعبة تتمثل في حشد أغلبية في برلمان منقسم بعمق. إن هذه الثقة مسؤولية جسيمة وتحدي كبير، خاصة في الوضع الذي تمر به بلادنا، وسأعمل بإذن الله جاهدا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين. وفي حال عدم استطاعة المشيشي على تشكيل الحكومة، فإن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة عبر حل البرلمان القائم بقرار من رئيس الجمهورية، الذي لمح في إحدى تصريحاته الأخيرة إلى إمكانية هذا الطرح في حال استمرار تعطل أعماله ومحاولة لمنع انهيار مؤسسات الدولة. وتأتي تلك التطورات في وقت تواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة تسببت في ارتفاع نسبة البطالة فوق المعدل الرسمي المعلن والذي يقدر ب 30%، وشهدت خلال الأسابيع الأخيرة جنوب البلاد تحركات احتجاجية ضد البطالة وما يعتبره المحتجون سياسة تهميش. كشف تقرير حقوقي عن استشهاد 27 فلسطينيا من بينهم 7 أطفال وامرأتان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 1070 آخرين خلال النصف الأول من العام الجاري 2020. أوضح التقرير والذي أصدره مركز بحثي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هذه الفترة شهدت أيضا اعتقال 2330 مواطنا، كما قامت سلطات الاحتلال بعمل وإعداد خطط وطرح عطاءات لبناء 1000 آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، في وقت تم هدم 357 بيتا ومنشأة أكثر من نصفهم في محافظتي الخليل والقدس المحتلة. أفادت وسائل إعلام يونانية بأن أنقرة سحبت عدة سفن حربية من منطقة متنازع عليها مع أثينا، وحذفت تغريدة مثيرة للجدل بعد رد فعل قوي من قبل اليونان. حذفت سفارة أنقرة في الولايات المتحدة من حسابها على تويتر تغريدة كانت تنص على أن سفينة أوروغرايس التركية للأبحاث بدأت بالتنقيب في شرق المتوسط، وتم استبدالها لاحقا بتغريدة أخرى قيل فيها إن السفينة أعلنت عن نتائج مسح زلزالي أجرتها في شرق المتوسط في 21 يوليو. شهدت أنقرة وإسطنبول مظاهرات نسائية تأكيداً لتمسكهن بمعاهدات إسطنبول والتي تهدف لتأمين حماية أفضل للمرأة من العنف.
في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون في الحزب الحاكم إلى انسحاب أنقرة من الاتفاقية. يشار إلى أن 146 امرأة قتلنا بأيدي رجال خلال الفصل الأول من 2020 وذلك في تركيا. تشتد مظاهر الاحتقان في الشارع التركي الذي أصبح بكل فئاته في صدام مع سياسات أردوغان. المرأة التركية من بين فئات الشعب التي ينتابها الغضب، حيث شهدت مدن تركية منها أنقرة واسطنبول مظاهرات نسائية تأكيدا لتمسكهن بمعاهدة اسطنبول التي تهدف لتأمين حماية أفضل للمرأة من العنف، في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون في الحزب الحاكم إلى انسحاب أنقرة من الاتفاقية. التظاهرات تتزامن مع قلق متزايد من النساء في تركيا بشأن العدد المتزايد لمن يقتلن على أيدي رجال، حيث تشير الأرقام إلى أن 146 امرأة قتلن بأيدي رجال خلال الفصل الأول من العام في تركيا. انهيار الثقة في الدولة التركية بسبب ضغط السلطة التنفيذية على كافة القطاعات، ذلك ما أكد عليه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، الذي أشار إلى أن تركيا شهدت إقبال المواطنين على شراء الدولار دون أي زيادة في الصادرات، وأن البنك المركزي فقد استقلاليته فيما وصلت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. واعتبر باباجان أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ما هو إلا محاولة للتستر على الأزمات الكبيرة التي تعيشها تركيا. إلى ذلك يواصل أردوغان مساعيه للانفراد بالمشهد، مستغلاً الانقلاب المزعوم عام 2016 للتخلص من معارضيه بتهم مفبركة، حيث كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن وثائق جديدة تفيد بسجن 2 من المساعدين المقربين لوزير الدفاع خلوصي أكار وطردهم من الخدمة بزعم تواصلهما مع حركة فتح الله جولين، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت ذلك. أعلن المكتب الرئاسي في أوكرانيا دخول وقف إطلاق النار شامل حيز التنفيذ. يأتي وقف إطلاق النار في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، حيث يحارب الانفصاليون الموالون لروسيا الجيش الأوكراني منذ أكثر من 6 سنوات بعد فشل ما لا يقل عن 20 محاولة لوقف إطلاق النار بالكامل. جاء ذلك بينما اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على تعزيز وقف إطلاق النار. قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إن بلاده ترفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة ضم روسيا إلى مجموعة السبعة للدول الصناعية الكبرى. أشار في حديث لصحيفة ألمانية إلى أن سبب إبعاد روسيا من المجموعة يكمن في سياساتها تجاه موضوع القرم والأزمة الأوكرانية، مضيفا أن بلاده لا ترى أي إمكانية لدعوة روسيا طالما لم يتم حل هذه القضية. ووصف ماس العلاقات مع موسكو بالصعبة في الوقت الحالي، لكنه أضاف أن برلين تدرك الحاجة إلى روسيا لحل الأزمات مثل تلك التي تمر بها سوريا وليبيا وأوكرانيا. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بالغالبية الصامتة قبل 100 يوم من الانتخابات الرئاسية المقررة في 30 نوفمبر المقبل. اعتبر ترامب في تغريدة على تويتر أن حملته تثير في رأي مراقبين عديدين حماسة أكثر من أي حملة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة من أكثر من عام 2016، وعدا بإظهار زيف الاستطلاعات والتي تؤكد جميعها تخلفه أمام مرشح الديمقراطي جو بايدن على مستوى البلاد بمعدل 8 نقاط في عدة ولايات حاسمة. أعلنت الصين أنها وضعت يدها على مبنى القنصلية الأمريكية في تشين جادو بعد إخلاء الأمريكيين لها، وأدى إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن والقنصلية الأمريكية في تشينغدو إلى تصعيد في التدهور الحاد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم والتي كانت في أسوأ حالاتها بالفعل منذ عقود، وسط خلافات حول التجارة والتكنولوجيا ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وجائحة فيروس كورونا.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة تنشط أحيانا لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام النشرة وهذه تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ أسبوعين ب 55 ألف إصابة. دخول وقف إطلاق النار في منطقة الصراع بشرق أوكرانيا حيز التنفيذ. وفي الختام نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 عمودي. شكرا لكم.